بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الثاني: التفقه في المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتعين على من يريد الحج أن يعرف أحكام الحج ويتعلمها ويتفقه فيها ليؤدي حجه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تحجون وكيف تعتمرون، لأنه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا المسلم في كل عبادة يجب عليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكما قال: خذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي ممن يريد الحج أن يتفقه فيه بأن يقرأ صفة الحج وأحكامه من الكتب المؤلفة في ذلك، فمنها مختصرات ومنها مطولات، فيقرأ ويسأل عما أشكل عليه. إذا كان لا يقرأ فإنه يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويرافق الحجاج ويفعل مثل فعلهم ويقتدي بهم في ذلك، ويختار الرفقة الصالحة. وإذا كان فيهم من العلماء أو من طلبة العلم من يصاحبهم فهذا أفضل وأتم، ليؤدوا حجهم وعمرتهم على بصيرة وموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يجتهد في ذلك بأن يقرأ قبل أن يباشر الحج، يقرأ في الكتب المختصرة الموثوقة والكتب المطولة إذا كان عنده استعداد لذلك. وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم ليبينوا له ما أشكل عليه ولا يبقى في جهله. فالحج عبادة، والعبادة لا بد أن تؤدى على الوجه المشروع، ويتوفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولن تتمكن من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت وقرأت وسألت أهل العلم حتى تكون على بصيرة في مناسك حجك وعمرتك، وتؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله في ذلك. هذا هو السبيل الصحيح لمن يريد الحج أو العمرة، وعليه اختيار الرفقة الصالحة، وعليه أن يتزود للحج لئلا يبقى حالة على غيره. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا الزاد للسفر لئلا تحتاجوا إلى الناس. فالذي ليس عنده زاد ولا مال ليس عليه حج، لأن الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدنيا وماليا فإنه يحج مباشرة بنفسه، ومن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا وكان ذا مرض مزمن أو هرم فإنه يقيم من يحج عنه بالنيابة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.